مرحبا بكم معنا في هذا البودكاست الجديد. اليوم بغينا نتكلموا على قضية من أهم القضايا اللي كتتعلق بحاضر ومستقبل بلادنا، ألا وهي القضية ديال التعليم وما يعرفه هذا التعليم من مخاض في هذه الأيام الأخيرة. أولا شهدنا تنسيقية ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمدينة الرباط والعنف اللي طالهم، وكذلك الأحكام الجائرة اللي وصلت لحد 3 أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي، واللي في الحقيقة أحكام يعني المغاربة كلهم تفاجؤوا منها، لأن المطلب ديال هاد الأساتذة أولا الإدماج ديالهم في الوظيفة العمومية، وعيا منهم بأنه المدرسة ديالنا ما يمكن تطور إلا في إطار الوظيفة العمومية، ولا ماشي واحد التعليم اللي بسرعات مختلفة. والمدرسة يعني عكس ما يقال سؤال إيديولوجي، لأن كاين مدرسة اليمين ومدرسة اليسار. إلا كانت المدرسة الليبرالية المنفتحة يعني كتقول اللي نجح نجح، وأنها ما كتآمنش بتكافؤ الفرص، وانه اللي عنده امكانيات غادي يمكن له ينجح، اللي ما عندوش ما ينجحش. فبالعكس المدرسه اللي كينادي بها اليسار هي مدرسه اللي كتحقق بالفعل تكافؤ الفرص، واللي كتعطي نفس الفرصه ديال النجاح لكل ابناء وبنات الوطن. اذا احنا بالنسبه لنا اليوم هذا ناقص الخطر اللي تجروه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، يسائل الدوله المغربيه اللي خصها انها تراجع هذا المنحة اللي غاديه فيه منذ سنوات، ماشي غير اليوم، لانه تسليع التعليم وخلق مدارس بسرعات مختلفه وتكسير الاختلاط المجتمعي اللي هو اساس النجاح. هذيك المدرسه العموميه اللي عطاتنا اطر ما بقاتش قادره اليوم بالكم الكافي ولا بالنوعيه تعطينا اطر اللي احنا محتاجينهم اليوم. الدوله المغربيه خصها تراجع هذه الاستراتيجيه اللي داخله فيها، وانه راه ما يمكنش ننجحوا، ما يمكنش نحققوا تنميه الا بالتنميه البشريه اللي كتبدا باعاده تاهيل المدرسه العموميه الجيده المجانيه والجامعه العموميه والبحث العلمي في اطار الوظيفه العموميه وفي اطار تشجيع تعليم موحد وناجع. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ كنقولوا هذا الشيء لان اليوم كنشوفوا خطوه اخرى خطتها الدوله المغربيه، وانه كاين هناك قانون اساسي كيتوجد ليحل محل القانون الاساسي المنظم للتعليم العالي 0001، واللي كيقول بانه غدا الجامعات المغربيه اللي غيسيرها ماشي مجلس الجامعه اللي هو منتخب وفيه اساتذه باحثين من كل الاختصاصات واللي هما ادرى بما يلزم لهذه الجامعه، ولا رئيس جامعة يكون مستقل جايب مشروع للنهوض بالجامعة كقاطرة للتنمية الجهوية، ولكن باغين يبدلوه بواحد مجلس إدارة، مجلس إدارة اللي غادي ترأسه ولي الجهة، ولي الجهة ما عنده علاقة بالعلم وبالبحث العلمي، مفروض فيه عنده مهام أخرى يقوم بها، ولكن كنشوفوا هذا مجلس إدارة غادي يكونوا فيه الوالي ديال الجهة، غادي يكونوا فيه مسؤولين على مؤسسات، وغادي يحضر فيه استثناء رئيس الجامعة غير كمستشار. إذا هذه ضربة أخرى موجعة توجه إلى الجامعة العمومية وإلى المدرسة العمومية. إحنا تنذكروا في سنة 2005 و2006 للدولة المغربية أقبلت على ذاك العملية اللي سميناها الدي في دي اللي هي المغادرة الطوعية، وخوات الجامعات المغربية واحد العدد ديال المعاهد العليا من أحسن الأطر غير مدينة الدار البيضاء مشاو منها 59 أستاذ في الطب. شكون اللي غادي يأطر طلبة الأطباء غدا؟ ومن بعد غادي تجي البنك الدولي وغادي تقول بأنه راه كان خطأ أنها توصي الدول النامية بحال المغرب بأنها تنظم ديك العملية ديال المغادرة الطوعية، ولكن المغرب كان ما فكرش ومشى في هاد الشيء. هاد الشيء علاش حنا كنطلبوا الدولة المغربية أنها تفكر هاد الخطوات اللي هي مملات من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية. راه خصنا حنايا نحافظوا على المداخل الاساسيه ديال التنميه، والدوله المغربيه راه فاهمه بانه التعليم راه هو اساسي، ما يمكنش نبقاو غاديين في اصلاحات بين مزدوجتين اللي هي كتضرب هذا المكتسب الاساسي والمؤسس، والا
انتقل دابا للنقطة الثانية. كلكم شفتوا بألم تبعتوا هذاك العنف اللي ساد يعني داخل ملاعب كرة القدم. الكرة اللي هي واحد الرياضة اللي كلشي كيحبها، وحنا خصنا نشجعوا بالمناسبة الرياضة وكل الرياضات وكل الفنون في بلادنا باش شبابنا يلقى فين يفجر ديك الطاقات الإيجابية. ولكن هذاك العنف اللي شفناه راه خصنا نتسائلوا لماذا؟ راه شباب تيعاني من الهدر المدرسي ما لقاش اللي ياخذ بيديه، شباب كيعاني من المخدرات، شباب كيعاني من انسداد الافق، واحد من عدد منه شفناهم قطعوا في الباتيرات وما رجعوش لانه توفاو. ولهذا كل ما نخشى ان هذاك الجيل ديال الضباع اللي كنتكلم عليه المرحوم الاستاذ الباحث في علم الاجتماع محمد قسوس كيقول رانا ما تهليتوش في الشباب، راه غادي تخلقوا واحد الشباب اللي هو عنيف. هاد الشباب اللي يطلب منكم المدرسه العموميه، الامكانيه ديال التداوي والصحه، امكانيه ديال السكن اللائق، امكانيه تكون عنده حتى هو منحه ويشعر باستقلاليه، امكانيه باش يتفتح امامه الافق في اطار من تكافؤ الفرص، امكانيه باش يعيش في جهه تكون حتى هي عندها الامكانيه ديال التنميه وديال العيش الكريم. هذا الشيء اللي طالب به الشباب. ولكن حنا ملي نسينا الشباب وملي الشباب خرج بشكل منظم وحضاري سواء في حركه 20 فبراير او في الحراك الشعبي ديال جراده ولا ديال الريف قوبل بالعنف، وهذا الشيء جعل هذا الشباب اليوم ما بقاش كيثيق في الاحتجاجات السلميه ولا عنيف. انا كنقول يجب ان نعالج هذا الوضع قبل فوات الاوان. خصنا نتكلفوا ببلادنا، وانه ديك الدمقراطه ديال المجتمع خصها تبنى وتكون مستنده على الدمقراطه ديال الدوله، وانه المدرسه العموميه الجيده المجانيه راه هي خيار ما خصش يكون عندنا فيه اختيار، هذا هو الخيار الصحيح. واننا ناخذ بيد شبابنا وشاباتنا باش نقدوهم من هذا يعني العنف اللي ولا امامهم كاختيار ما يمكنش. ولهذا احنا بالنسبه لنا تعنيف الاستاذ وتعنيف الاستاذه والحكم عليهم بالسجن يعني النافذ هذه اخطاء يجب ان تعالج. كذلك الاخطاء التي ارتكبت في حق يعني الشباب ديال الحراك الشعبي ديال جراده ولا ديال الريف ولا ديال المدونين ولا ديال الصحفيين، الدوله يجب ان تعمل الحكمه وان تنكب على اصلاح الورش ديال التعليم وعلى اطلاق سراح المعتقلين باش تخلق واحد الجو ديال انفتاح حقيقي سياسي باش ياسس لنا الشروط تعاقد اجتماعي بين الدوله وبين المجتمع، خصوصا وان الدوله المغربيه كتشوف ربما هاد التقلبات اللي كيعرفها العالم. حنا عالم مقبل على لا يقينيات، وربما العالم اليوم كيعرف واحد المخاض ديال ولاده عالم بثنائيه قطبيه. حنا خصنا نفكروا كيفاش غادي نتموقعوا كدوله اللي خصها تحافظ على السياده ديالها، وخصها تحافظ على كل الامكانيات ديال استقلاليه وديال السياده ديالها غدا وديال التنميه وديال التقدم، اذا حافظت على المداخل الاساسيه ومن ضمنها المدرسه العموميه. حنا عندنا اختيار، ما يمكنش اننا ننصاع لتوصيات مؤسسات ماليه لا يهمها الا استرجاع المديونيه وتركيع شعوبنا. اذا التنميه هي تنميه الانسان، ولهذا حنا كنطالبوا الدوله المغربيه باش تراجع هذه الخطه اللي غاديه فيها واللي هي خطه جهنميه، يعني ما كتاخذش بعين الاعتبار ان التنميه البشريه هي اساس كل تنميه، واننا كدوله ناميه عندنا غدا امكانيه باش نكونوا يعني ضمن الدول الناهضه اذا راجعنا هذه الاختيارات في مجال التعليم وبنينا المدرسه العموميه والجامعه العموميه والبحث العلمي، واننا كنديروا انظمه سياسه يعني انظمه اساسيه في اطار الوظيفه العموميه وفي اطار احترام المكانه ديال الاستاذ وديال الاستاذه وديال هذا الشباب المغربي المتعطش للعلم والمعرفه والتحرر والقيم الرفيعه، وباغي حتى هو تكون عنده مكانه محترمه ضمن الشعوب التي تامل انها ستتقدم وانها ستحافظ على استقلاليتها وعلى يعني سيادتها. وشكرا لكم.